مشاهدينا الكرام، أرحب بكم أينما كنتم في حكايات وقضايا وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، كل ذلك في برنامج أهل المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة البحث العلمي في اليمن، إمكانيات ضئيلة وصعوبات كبيرة، الخط اليدوي هندسة إبداعية تقاوم الاندثار، الفنان جمال حميدو صوت تميز بقوة الأداء وعمق الإحساس. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نناقش فيها أهم الأخبار والأحداث التي حصلت خلال الأسبوع. دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة المؤقتة عدن خدمة الإنترنت الجديدة عدن نت التي تعمل بنظام 4G. وقال وزير الاتصالات المهندس لطفي باشريف إن الخدمة الجديدة توفر سرعة وسعة كبيرتين للإنترنت وتغطي مدينة عدن بنسبة 90%، وسيتم توسيعها إلى بقية المحافظات خلال الأيام القادمة. يشكل البحث العلمي أحد أهم الأسباب للتنمية المستدامة لأي بلد. البحث العلمي في بلدنا قضيتنا لهذه الحلقة. بدوافع وتطلعات علمية، تأسست الجمعية الوطنية للبحث العلمي في اليمن لفتح آفاق جديدة لنهج أكاديمي يصحح مسار الأوضاع في البلد. الجمعية الوطنية للبحث العلمي هي بمثابة البوصلة للسفينة في البحر، فهي ترشد الباحثين الاتجاه الصحيح. فمهمة الجمعية الوطنية وإحدى أهدافها هي تشجيع الباحثين والدارسين على البحث العلمي والتوجه نحو البحث العلمي، وثانيا تشجيعهم على الاطلاع على الأبحاث الآخرين والاستفادة منها. في بعض الأبحاث ممكن تستفاد منها وتخرج الأرض الواقع حسب طبيعتنا وهذا. فلو تطورت الأبحاث العلمية فيكون هناك دفعة إلى البحث العلمي وتطوير البحث العلمي في اليمن بشكل عام، حتى ولو بدأنا بالأساسيات كيفية إنشاء البحث العلمي حتى يجي الأجيال القادمة تكمل ما بدأته الجمعية نفسها. من ناحية الباحثين قلنا أنهم موجودين وبكثرة وبإبداع يعني غير متوقع، لكن من ناحية الداعمين هذا نسأل الله أن الجمعية تقوم زي ما تقول تكون ظهر بإذن الله لهم، أن هذا الباحثين يستمروا في إنجازاتهم أو إبداعاتهم موجودة في المجتمع ويعملوها إلى مشاريع تنموية تؤهل اليمن أن تنهض من الواقع اللي هي موجودة فيه الآن إلى واقع أجمل بإذن الله عن طريق الشباب هؤلاء. ميلاد الجمعية الوطنية للبحث العلمي في عدن بدأ متعسراً بواقع معقد، فأعضاؤها الذين تجاوز عددهم 135 أكاديمياً اصطدموا بجملة من التحديات والصعوبات حالت دون اكتمال الحلم المنشود. كجمعية انطلقت في 26 فبراير 2018، عمرها القصير 6 أشهر. خلال 6 أشهر هذه ما استطعناش نعمل يعني لقاءات مع الأعضاء أو مثلاً كمعقد محاضرات معينة، لعدم وجود مقر. فالمقر هو أساس لكل شيء تستطيع أن تطلق من خلاله. ثاني شيء، الميزانية التشغيلية تكاد تحت الصفر، لأن كل عضو في الجمعية ينفق من جيبه الخاص. صعوبات أغلبها مادية أو مالية بالأصح، يعني كما فيش داعم أساسي أو داعمين للجمعية ذات اللي يأهل أن تقوم بدورة اللي أنشئت من أجله. أما الشباب بشكل عام، الشباب هم ما شاء الله تبارك الله متواجد فيهم البحث العلمي أو الاختراعات والإبداعات المتطورة متجددة عام بعد عام، واللي يمكن تواكب العالم كله، لكن المشكلة الأساسية ما فيش دعم مادي ولا معنوي للشباب هؤلاء. غياب الدعم الرسمي وقصور الوعي المجتمعي في بلد لم يؤمن بعد بأهمية البحث العلمي وقدرته على تحقيق نقلة شاملة نحو البناء والتنمية أغلق أمام رواد البحث العلمي منافذ العبور وفرص النجاح، وحرم الوطن من إمكانية النهوض والازدهار. البحث العلمي بالنسبة لليمن يعتبر صفر. نتيجة أول، عشان تقيس مستوى البحث العلمي، هل المستوى العلمي يعني وصل إلى مستوى عالي أو إلى مستوى يعني يرقى أن يكون ينافس الدول، فأنظر إلى الميزانية التي توضع له. فإذا شفت الميزانية ضخمة فأعرف أن هناك ميزانية ستنفق على بحث علمي ضخم يقوم بعدة، بس هذا طبعا يتطلب حاجة مهمة وهي التصريف السليم في هذه الميزانية
لخدمة البحث العلمي. آخر مرة اللي أقيمت في بخصوص جائزة الرئيس عبد ربه هذه في للبحث العلمي أو للاختراعات، ما شاء الله لما حضرنا نحن تفاجئنا وانبهرنا بالاختراعات الموجودة من شباب واعدين في المجتمع نفسه، إلا أنه أغلب هذه الاختراعات بعد ما انتهى الحفل أو المعرض دثرت مع أهله، والسبب الرئيسي أنه ما فيش داعم فعلي أو جاد لهم زي ما أقول يأخذ حقهم المشاريع هذه أو الاختراعات الموجودة في كل باحث أو كل شاب من هؤلاء وتطوير الحاجة تخدم المجتمع. معالجة المشكلات وإصلاح الاختلالات في كافة المجالات وإنعاش الموارد الطبيعية والبشرية برؤية علمية تتبناها الجمعية الوطنية لم تكن أهدافها سهلة المنال في ظل شحة الإمكانات وانعدام مصادر التمويل. في البعض فاهم بحث علمي عبارة عن أوراق، أوراق ويبحث وزي ما احنا تعودنا بالثانوية والجامعة مجرد بحث واحد يفعته في الإنترنت وناس خلاص أوكي، مش هذا البحث اللي احنا نتكلم عنه. البحث أنواع، البحث العلمي هو كمان بحث تطبيقي، يعني اللي هو اختراعات، اللي هو كمان بغض النظر عن البحوث الموجودة في بالجوانب الهندسية والإنشائية، كمان بالجوانب المجتمعية والجوانب الفلسفية والأشياء هذه اللي كمان زي ما أقول المشاكل المجتمعية والأخلاقية الموجودة في المجتمع تعتبر مشكلة. من البحوث العلمية اللي موجودة في جمعية البحث العلمي أو تخصص فيها اللي هو المجال الاجتماعي، اللي هو هذا اللي نتكلم عليه حاليا، اللي هو المشكلات الأخلاقية والمشكلات الشبابية ذاتا، كيف حلها وكيف نعمل بحوث يعني بدراسات أو بحاجة علمية كيف نصل لحلول موجودة في المجتمع، إلى جانب البحوث التطبيقية اللي هي في تطوير المجتمع ذاته. نرحب بالدكتور ثابت العزب، أستاذ المشارك في كلية الهندسة ورئيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي في اليمن. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. بداية دكتور، لو تعطينا نبذة عن الجمعية الوطنية للبحث العلمي وما هو سبب إنشائها ودوافع إنشاء هذه الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر قناة بلقيس على هذه اللفتة الكريمة، وأنا أعتبر هذا أول لقاء للجمعية مع قناة فضائية. طبعا أشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام، هذه المقولة التي أنا أنطلق منها أو أنطلقنا منها في تأسيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي. السؤال، لماذا تم تأسيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي؟ لكن هو عبارة عن جواب لسؤال، لماذا بعض البلدان متطورة وبعض البلدان متخلفة؟ المشكلة، مشكلة البحث العلمي لتأسيس الجمعية الوطنية للبحث العلمي، بمعنى آخر هذه المشكلة، نحن من دول العالم الثالث، هذه المشكلة. فلذلك البحث العلم والبحث العلمي هاتان قضيتان متلازمتان في تطور أي مجتمع مهما كان نوعه، ولدينا كثير من الأمثلة في البلدان المتطورة حديثا زي ماليزيا وغيرها من البلدان، هي اعتمدت فعلا على البحث العلمي. فلذلك كانت الفكرة بسيطة، هي تأسيس الجمعية على مستوى كلية الهندسة، ثم كبرت هذه الفكرة إلى أن أصبحت على مستوى الجامعة، ثم كبرت هذه بعد انعقاد أكثر من ندوة على أساس أنها الجمعية الوطنية للبحث العلمي، وتم تأسيس هذه الجمعية في 26 فبراير 2018. هذه الجمعية طبعاً تضم 135 عضواً مؤسساً، منهم 40 بروفيسور و40 أستاذ مشارك، والبقية دكاترة وأيضاً ماجستير ومهندسين. تضم كافة التخصصات في هذه الجمعية، الهندسة، الطب، الزراعة، العلوم الإنسانية وغيرها من التخصصات المختلفة. فطبعاً تم استكمال الإجراءات، تم استخراج الترخيص، تم تجهيز حتى المراسلات ورسائل الجمعية ودفاتر التحصيل، يعني كل الإجراءات مكتملة. للأسف الشديد إن هذه الجمعية بدون مقر إلى حد الآن، ونحن مستغلين مركز الدراسات التاريخية لعقد اجتماعاتنا، ومنتظرين الفرج والخير لعلها تأتي بعد هذه المقابلة. على أي، ما هي الأسس وأهم المعايير التي قامت عليها الجمعية الوطنية للبحث العلمي؟ هي
البحث عن الحقيقة. البحث العلمي، التعليم والبحث العلمي أنا أعتقد أنه أساس تطور المجتمعات كلها، فلذلك هذه الأسس التي انطلقنا منها وإن تكن انطلاقاتنا بسيطة هي عبارة عن تبني مشاريع التخرج للطلاب. هذا في حد ذاته لو بحثنا عن البحث العلمي في اليمن أو في الوطن العربي لوجدنا أن الاعتمادات للبحث العلمي 3%، بالرغم من أنها يجب أن لا تقل عن 1%، في الدول الأخرى لا تقل عن 3% من الإنتاج القومي. فلذلك شحة التمويل للأبحاث العلمية أدت إلى ركود كلي للبحث العلمي. طبعاً ما تنسيش أنه بلادنا بشكل عام تعاني من حرب لها سنوات، وحينما بدأنا نحن نفكر بمسألة تأسيس الجمعية الكثير من الشباب أنت تبحث في إيش؟ إيش من بحث علمي في ظل هذه الظروف الموجودة الآن؟ لكننا أصرينا وكما قلت في البداية أن نشعل شمعة خيرا من أن نلعن الظلام، فبدأنا والتمت حولي الكثير من الشخصيات صراحة من الشباب الجيدين، وفعلا سهلت لنا أمور كثيرة سواء كان بواسطة الجامعة أو التعليم العالي فيما يخص التأسيس. لكن الأسس هي فعلا أسس كبيرة، أسس بناء وطن، أسس بناء الإنسان. هذه الأسس التي نحن ننطلق منها، وهناك أنا عندي الآن نقطتين أساسيتين: إصلاح مسار التعليم، وهذه خطة بعيدة المدى مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا تطوير المناهج. حينما نأتي نحن نعالج ظاهرة الغش كظاهرة متفشية في المجتمع، لا نستطيع معالجة هذا الموضوع إذا لم نعمل على أسس وخطط من أجل الوصول إلى أن مسار التعليم يجب أن يصحح. نعم، ولكن أنتم ذكرتم بأنكم يعني الجمعية الوطنية الآن مثل ما فهمت منك أنها جمعية بغاية الأهمية، كذلك لها خطط بعيدة الأمد وخطط كذلك قريبة الأمد، كيف يمكن أن تحققوا هذا الأمر وأنتم من دون مقر؟ ولو سألتك أيضا عن التمويل، تمويل الجمعية والميزانية التشغيلية لها من أين تأتي وهل هي كافية؟ هل هي موجودة أصلا إذا كنتم أنتم إلى اليوم وإلى اللحظة من دون مقر؟ طبعا إنشاء أو تأسيس جمعية كجمعية البحث العلمي بهذا الحجم الكبير يحتاج فعلا إلى تمويل، ويحتاج إلى اعتمادات مالية، ويحتاج إلى بذل جهود كبيرة. فنحن بصراحة يعني أقول أن الخطط التي لدينا هي خطط كبيرة جدا واستراتيجية. يجب أن تعرفي شيء واحد، إن الجمعية التي أسسناها غير حكومية، وأنها ضمن منظمات المجتمع المدني، وأننا نسعى في علاقات وطيدة مع هيئات البحث العلمي في الجامعات وفي الوزارات وفي أيضا وزارة التعليم العالي وغيرها من القطاعات. نحن فاتحين أذرعنا للتعاون مع كل الجهات بما في ذلك المنظمات الدولية المنظمات المجتمعية وكل الجهات الرسمية وغير الرسمية. ويجب أن نعمل نقطة واحدة، إنه القطاع الخاص، نحن لدينا لقاء مع رئيس الغرفة التجارية، وسيكون لدينا هناك تعاون مشترك، لأن البحث العلمي إذا لم يحل مشكلة فليس بحث علمي. يعني نحن لدينا أرض بكر، لدينا خيرات مهولة، لدينا يعني في مجال مواد البناء، في قطاع الصناعة في مجال مواد البناء، والله إنه في دراسات مرمية في الرفوف، ولدينا كوادر مؤهلة جدا لعمل دراسات
استراتيجية في مجال الصناعات، سواء كان في مجال مواد البناء أو في الزراعة أو في الطب أو غيرها. فلذلك نحن في الجمعية الوطنية للبحث العلمي لدينا 5 لجان علمية تقوم بالتأهيل لمسألة وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الثروات. نعم. فلذلك عن طريق البحوث العلمية. فلذلك نحن من خلالكم سندعو الجهات كامل، ندعو رئيس الجمهورية، ندعو رئيس الوزراء، ندعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندعو رئيس الجامعة عدن، ندعو دول التحالف، ندعو المنظمات الممولة إلى التعاون معنا وإلى يعني إعطائنا فرصة للتحرك، لأنه نحن لحد الآن في طور التأسيس لا توجد لدينا أي إمكانيات ولا سيولة تشغيلية ولا أي شيء، باعتبارنا منظمات من منظمات المجتمع المدني. فلذلك نقول هنا يمكن أن تكون كل هذه المساعي أن تلقى رجع صدى بالنسبة لهؤلاء الأشخاص كلهم وكل الجهات هذه التي ذكرتموها. هو في ظل مثل ما ذكرتم بأن البلد الآن تعيش حرب، قد يقال لكم بأن الوقت ليس مناسب بسبب عدم إدراكهم لأهمية البحث العلمي ولأهمية هذه الجمعية، خاصة بأن مراكز البحث العلمي في الجامعات وجامعة عدن كذلك بشكل خاص تعاني من يعني شبه شلل، وتقريبا هي لا تعمل إلا في مواسم معينة. فكيف أنتم ستقومون بالتنسيق بشكل أفضل والوصول إلى أهدافكم بفعالية تامة بحال لم تجدوا رجع صدى مناسب عند الشخص الآخر أو الجهات الأخرى المذكورة من قبلكم؟ المثل القائل الديك يصيح من البيضة، فنحن لا ننتظر استجداء من أحد، نحن سنعمل وسنبحث وسنحقق أشياء لمعالجة مشكلات مجتمعية ومشكلات رئيسية ومشكلات قد تخص القطاع الخاص والقطاع العام وتخص المجتمع بشكل عام. فلذلك نحن لا نستجدي أحد، بل نفتح باب التعاون والتكامل وتبادل المنفعة. نعم. فلذلك في مؤشرات كبيرة جدا من قبل بعض المسؤولين وأيضا من قبل الغرفة التجارية أن سنقدم من خلال خطتنا اتجاهات عامة، دراسات اقتصادية في مجال الصناعات، دراسات اقتصادية في مجال سواء كان في مجال مواد البناء أو في الطب أو في الزراعة أو في أي مجال من المجالات. هذه ستتطلب مننا أيضا نشاط وجهود، وكذلك أيضا عقد حلقات نقاشية مع الآخرين حتى أن يتم التعرف. أنا أعتبر أن هذه اليوم هذا اللقاء سيفتح لنا آفاق، لأنه الناس ما تعرف عن الجمعية شيء. نعم. فلذلك نحن الآن نعلن من خلالكم بأن هذه الجمعية هي جمعية وطنية ذات تخصصات مختلفة ولديها القدرة على عمل شيء لمعالجات مشاكل المجتمع. فحينما نبدأ، أنا بقول بأمانة يعني أنه الاستجابة لمتطلبات النشاط ضعيفة جدا. أنا على سبيل المثال للحصر يعني عملت برنامج صغير بأنه مشاريع التخرج لهذا العام في كلية الهندسة يجب أن ترتبط بالواقع، فحددت لهم منطقة اسمها منطقة رأس العارة على أساس أنه الفريق المتخرج بجال المساحة يروح يمسح هناك يعمل مشروع تخرج، المعمار المدني يروح يعمل تخطيط هناك ويعمل تصاميم هناك، في مجال أيضا الصناعات الأقسام الأخرى يعمل إنشاء مصنع الأسماك، إنشاء مثلا فندق، إنشاء يعني مشاريع. حينما تكون مشاريع عملية، مشاريع تنفيذية حقيقية في الواقع، هنا حاجتين. الحاجة الأولى نحن نبني إنسان ونعلمه طرق البحث وطرق الدراسة الحقيقية الواقعية، ومن ناحية ثانية أيضا له مرجع أنه تستفيد المجتمع من هذه الدراسات. لكن للأسف الشديد أنه ما نلاحظه أنه الدراسات استراتيجية ترمى بالرفوف وكأن هذه الأبحاث ليس لها قيمة في الوقت الذي
مثل ما ذكرتم الآن أن هناك أبحاث ليس لها قيمة وأبحاث رمت بالرفوف، هذه الأبحاث قدمت من مراكز بحوث أخرى، ما الذي يمكن أن تقدمه الجمعية الوطنية للبحث العلمي من جديد إضافة إلى ما قدمته تلك المراكز البحثية وأبحاثها إلى اليوم هي مرمية على الرفوف؟ طبعا دائما المقاتل يحتاج لبندقية ويحتاج لخندق ويحتاج لها علشان يقدر يسيطر على الوضع، فنحن إطار أو يكون مصيره نحن موت. إطار عام يضم كل التخصصات اللي موجودة في الجمهورية. طبعا نحن مؤسسين لحد الآن المؤسسين 135 وفي هناك طلبات كثيرة جدا، حينما يكون لنا هذا الجيش الكم الهائل من المعرفة ومن العقول نحن بحاجة إلى مقر لكي نحن نعلن وضع قاعدة بياناتية للأبحاث القادمة كامل، للأبحاث الماضية كامل، وضع قاعدة بياناتية للباحثين، للدكاترة، لهذا إيش من مجالات بالضبط، يعني عمل أرشفة لهذه القضايا والبدء من القاعدة هذه للانطلاق إلى الإمام لاستكمال هذه. يجب أن تعرف شيء واحد، إنه لدينا عقول في اليمن هي أهم بكثير من التي العلماء والخبراء التي نأتي بهم من الخارج، لكن لا توجد يعني ظروف، لا توجد ظروف غير متاحة لهذه لمثل هذه العقول. فنحن في المؤسسة العامة في الجمعية الوطنية للبحث العلمي نشعر هكذا بأنه هذه العقول يجب أن ننفض الغبار عنها، يجب أن نحتويها ويجب أن تنطلق هذه العقول. نحن كبلد لدينا ثروات هائلة، ثروات طبيعية هائلة، أرضنا بكر، والله لو أخذنا في مجال المواد البناء فقط لا 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 لكانت الموازنة لدينا أن تغطي الموازنة، تغطي الموازنة حق الدولة فقط في مجال مواد البناء، فما بالك ثروات هائلة في كل مجالات الحياة. فلذلك نحن لدينا نحن بحاجة إلى الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإنسان، الاحتضان، بدل ما يروح هذا الإنسان المبتكر إلى الخارج نحن بحاجة إليه، نحن بأمس الحاجة إلى الصناعة، بأمس الحاجة إلى إنشاء قاعدة استراتيجية في مجال الصناعات ومجال البناء ومجال الصحة ومجال الزراعة ومجال الأسماك ومجال ثرواتنا تنهب. فلذلك نحن لا نطلب شيئا خياليا، نحن نطلب فقط ما هو مقرر للبحث العلمي والمعتمد لدى العالم كله. نحن نطلب أشياء التي نستطيع التحرك من خلالها. إضافة إلى التمويل، ما هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الجمعية الوطنية للبحث العلمي؟ إذا كانت مسألة التمويل والمادة هي التي ننطلق من خلالها، فلذلك بشكل عام البحث العلمي غير يعني استراتيجية البحث العلمي غير مفهومة لدى الكثير، بما في ذلك المسؤولين، بما في ذلك القطاع الخاص. يعني تصوري إنه بعض الاعتمادات اللي كانت موجودة حين دراستي في الدكتوراه أنا كانت مبالغ بسيطة ترصد وتصرف لغير البحث العلمي، لحضور بالخارج مؤتمرات، لحضور أي شيء. أيوة، فلذلك أنا أشعر بأنه الوسائل الإعلام الإعلاميين بشكل عام والصحف والمجلات، مسألة التعريف بالبحث العلمي، ماهية البحث العلمي، موضوع مواضيع البحث العلمي، مشكلات البحث العلمي، نجد أن الكثير يجهلون هذا الأمر. طبعا البحث العلمي هو لن يأتي بسهولة حتى عند لدى الأشخاص، يأتي بمدى حب هذا الإنسان أن يعمل في مجال البحث العلمي. مجال البحث العلمي مجال صعب، ومجال يحتاج إلى جهود كبيرة، ومجال يحتاج إلى بذل طاقة كبيرة، ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة. فعلى سبيل المثال نحن نقول مثلا مشكلة معينة في مصنع معين، هذه المشكلة حينما تحال
للجمعية الوطنية للبحث العلمي وتحال إلى اللجان العلمية المتخصصة في هذا الموضوع. هذه اللجان طبعا يجب أن تبحث نظريا، تبحث من سبقوه في مجال هذه الدراسة، بعد ذلك تبدأ بأخذ العينات وتبدأ بعمل في المختبرات وتبدأ بالتحليل والاستنتاج والمقارنة إلى الوصول إلى نتائج مبهرة. قد يخرج البحث بحثا آخر وآخر. مضبوط. طبعا أي مشكلة علمية بالذات هي بحاجة إلى استمرارية، التجدد المستمر، البحث المستمر، التطور المستمر، ما فيش حاجة اسمها ثابتة. يعني للأسف الشديد حتى في مجال العلم نفسه، يعني في محاضرات الدكاترة في 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 الكليات، نجد أن بعض الدكاترة يمسكوا محاضرة معينة ويردد هذه المحاضرة لعشرات السنين. العلم يتطور، العلم يتجدد، العلم دائما في جديد فيه، فلا يوجد بدون البحث العلمي، لا يوجد هذا الجديد، لا يوجد هذا التحسن. اليوم ما هي متطلبات الجمعية الوطنية للبحث العلمي حتى تعمل بالفعالية المطلوبة؟ طبعا هي كل شيء مرتبط بالسيولة، بالتمويل، لأنه وسائل، ويأتي في مقدمتها وسائل إيجاد المقر، يعني المقر أولا، وجود طبعا إمكانيات تأثيث المقر، الحراسات، الحاجات هذه نحن بحاجة إليها لأنه هذا بحث علمي مش سهل. الشيء الثاني أيضا وسيلة مواصلات، بحيث أنه في نزول دائم في هذا، في لأنه البحث العلمي إذا لم يتم متابعة ومشاركة الكثير من الجهات سيبقى متقوقع، والبحث العلمي يفترض أن نحن نوجه، نعطي، نفيد ونستفيد أيضا من الجهات الأخرى. بحاجة أيضا إلى يعني تأسيس أو عمل مختبرات أساسية بالذات في مجال الهندسة، في مجال الزراعة، في مجال المجالات الأساسية والتي بحاجة إلى الحيوية التي تتطور، لأنه إلى حد الآن التوجه العام للدولة لأنه أي حاجة البحث العلمي إذا ما فيش توجه عام للجهات الرسمية في البلد سيواجه كثير من الصعوبات، فلذلك يفترض التوجه العام نحو العسكرة وال في لقاء، في لقاء كان مع الرئيس للأوائل في كلية الهندسة وشدد على هذه النقطة والله، انه نعم خطابه لأوائل الجامعات يجب ان يكون في تمويل للبحث العلمي، ويجب ان تشد أواصر البحث العلمي، ويجب ان يعمل هذا البحث العلمي، لكن هذا بحاجة إلى إطار متكامل متناسق من الأسفل إلى الأعلى، إنه في لهذا المجال إمكانيات، يجب أن يكون في إمكانيات. والله أنا بقول لك بأمانة إنه دخلت مدير عام البحث العلمي في الجامعة، كان معي بحث في مجال مواد البناء قبل التأسيس طبعا، وقلت له إنه أنا بحاجة إلى 4 مليون علشان أعمل بحث لمواد البناء المحلية المنشأ وعمل مواصفات وخصائص لها. قال والله ما معي شيء. يعني فلذلك إذا كان هذا مدير عام أو الإدارة العامة للبحث العلمي في الجامعة ما عنده سيولة، مش قادر يشتغل، فكيف يشتغل البحث العلمي؟ وأنا بقول بأمانة أدعو كل إنسان، لأنه نحن الآن عازمين على مسألة وضع استراتيجية، خطة استراتيجية لعمل هذا العمل، هو نحن بحاجة إلى سيولة من أجل أن نبدأ فيه، لكن نتائجه كبيرة جدا، نتائجه وقيمة هذه النتائج كبيرة جدا في مجال الصناعي، في المجال الدول المتقدمة خير مثال على هذا الأمر، مثل ما ذكرتم الدول المتقدمة خير مثال على هذا الأمر. يعني رسالة للدولة وللحكومة بأنه حان الوقت بأن يكون التوجه العام نحو العلم والبحوث العلمية، لأنه لعل وعسى أن يكون هو المخرج لليمن بشكل عام. فعلا اللي أريد أن أوصله يا أيها المسؤولون، نحن في بلد غني بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة أقولها، غني بالثروات. ثرواتنا البشرية موجودة، ثرواتنا الطبيعية موجودة، نحن بحاجة إلى فقط قيادة، إدارة تؤشر، تقول أعملوا كذا وأعملوا كذا. الباحثين موجودين، الناس اللي عندهم حب هذا العمل موجودين ومتوفرين. إذن يا جماعة
افتحوا لنا الباب، افتحوا لنا المجال، اعطونا الامكانيه والضوء الاخضر ان نعمل في ظل بلد من افقر البلدان وهي غنيه من اغنى البلدان. الغنى حقنا تحت الارض، هي عباره عن ثروات موجوده. نعم نعم. فلذلك اقول بامانه يعني انه الجمعيه الوطنيه للبحث العلمي هي 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 اطار كبير، اذا اراء اذا 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 قدروا يستغلوا هذه القدرات. يعني القطاع العام والقطاع الخاص، وانا اناشد الدوله ممثله برئيس الوزراء، لان الوزراء ايضا لهم يعني امكانيات في مساله دعم البحث العلمي. تاكيد. ايوه. فلذلك نحن نقول انه الاهتمام بالعلم والاهتمام بالبحث العلمي هو المنطلق الاساسي لتطور اي بلد. على هذا الدكتور استاذ مشارك في كليه الهندسه الدكتور ثابت العزب رئيس الجمعيه الوطنيه للبحث العلمي في اليمن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. انا اشكركم واشكر القناه الفضائيه بلقيس، وأتمنى أن تصل هذا الحوار يصل إلى مسامع المسؤولين ويقولون تفضلوا تعالوا زورونا علشان إيش متطلباتكم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخط والخطاطون صفة ملازمة للحضارة العربية، باقية ببقاء المهتمين والمحافظين على الخط العربي القديم. لنتابع. عرفت عدن مهنة الخط اليدوي كحرفة فنية إبداعية امتهنها الخطاطون بأسس وقواعد موغلة جذورها في أصول الخط العربي المرتبط رسمه بالإحساس والذوق الجمالي. الخط هندسة روحانية يعتمد على يعني الذوق الشخصي وذوق الفنانين، وهو يعني يختلف من شخص إلى آخر ومن رغبة إلى أخرى، وهو عبارة عن فن جمالي روحي لا يصنعه إلا أشخاص عديدة. هي ليست مهنة كأي مهنة أو عمل يدوي يقوم بشخص كبقية المهن، هي محدودة وعبارة لأشخاص طفرات يعني تظهر في التاريخ ثم تغيب، وقليل من يتذوق مثل هذا الفن وغاب عن كثير، وأظنها أنها منحة ربانية لشخص معين أو كذا ربما يستفيد منها في للأجيال الذين يأتون من بعد، وهي عبارة عن رسالة ممكن أقدمها. يحاول عدد قليل جداً من الخطاطين في عدن الإبقاء على فن الخط العربي ومنعه من الاندثار بعد أن بدأ يفقد قيمته الفنية في ظل التطور التكنولوجي. يحافظ الخطاطون على هذا الفن باعتباره تراثاً إسلامياً تألق في العصور السالفة في بلاط الخلفاء والسلاطين. الخط العربي فن قيمي له أدواته وأسسه وأساليبه الهندسية، ويبرز ذلك في العلامات والألوان والحروف التي يجاريها الخطاط بحميمية فائقة الخصوصية. إلى القرن التاسع عشر بدأوا عملوا أسس وقواعد للخطوط، تمام؟ هنا خطوط ظهرت يعني عديدة، كان من أشهر الخطاطين طبعاً ابن مقلة، ابن البواب، ابن ماجد، خطاطين كبار عملوا
قواعد إلى اليوم لم يستطع أحد أن يفعل مثل تلك القواعد. صنعوا لنا يعني أسس وخطوات تمر عليها الأجيال، تمر عليها النشأة، ممكن يظل يستفيد منها أنا أظن إلى قيام الساعة. تتطلب مهنة الخط العربي مهارات عالية الإتقان وذائقة فنية يمازج فيها الخطاط بين الألوان والأشكال في إطار ثقافي حافظ على هوية الخط العربي معبراً عن ذاته المكتمل. من منطلق الرفض لأسر القوالب الجاهزة، برز دور الخط اليدوي في أن لا يكون مجرد لوحة إعلانية تجارية رقمية منسوخة من تصاميم الحاسوب البعيد عن عمق المعاني. الخطوط القديمة روح، قلت لك، ويعني نفس فيها روح. يعني أنت تكتب حرف ساجد، حرف راكع، حرف يدعو، حرف كذا. الحروف هذه الموجودة الآن الدعائية عبارة عن حروف يابسة ناشفة خالية من الروح، عبارة عن إعلان، فهم لك؟ لكن الخط القديم في بو نوع من الروح، في بو جهد، في بو إنسان أخرج ما بداخله ليكتب بأحلى الألوان، بأحلى المقاسات، بأحلى الطرق التي فإذا طبعت أنت المصحف مثلا في الخطوط بالخطوط الحديثة والخطوط الحديثة ليس له قيمة، لن يقرأ في بعض، لن يقرأ هذا الكتاب. لكن عندما تراه بخط النسخ بالطريقة العثمانية تجد أن له روح، تريد أن تقرأ، العين نفسه لا تمل منه. لكن هذا مجرد ما تشوف الإعلان مرة مرتين ثلاث نفسك تمل منه. قلت لك لو طبع يعني لو طبعوا القرآن الكريم بالخط الحديث أظن لن يقرأه الناس. مع التطور التكنولوجي الطاغي على الحياة بدأ الخط اليدوي يخفت ألقه في قواميس الأجيال المعاصرة المستهلكة للسرعة، لكن هواته ما يزالون يرون فيه قوة مضيئة تتجدد وتتحرك بإيقاع يتسق مع الروح الدافقة للخطوط القوية المعبرة بلغة غير جامدة. جمال مصطفى المعروف بجمال حميدو تألق بلون الغناء الغربي لا يعرف الاستسلام رغم كل الصعوبات والمعوقات. وجه المدينة لهذه الحلقة، لنتابع. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت همنا في هدوء الليل، من هو صامد الفنان والعازف جمال مصطفى أحمد حميد المعروف بجمال حميدو أحد شباب عدن، يدرس برمجة الحاسوب في جامعة عدن، يمتلك موهبة غنائية فذة. عرف موهبته في سنواته الجامعية الأولى فانطلق في دنيا الفن معتمدا على ما لديه من مميزات في الصوت والأداء. كل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي. بدأت الغناء من السنة الثانية من كمل الكلية، تعرفت على شخص بصراحة مهندس صوت خارق، من كم سمعت فيه أو لا، اسمه عمرو خالد، عمرو كستودو اسمه الفني، فسمعناه غنيت أسلوب عمرو بالكلام إنه يا ليت ليش ما تغنيش وحاجة زي كذا. فأنا قلت له أوكي مش مشكلة، أنا ذاك اللي كنتش يدخل بالموضوع لكن خايف من الأهل، خايف من المجتمع، خايف من التقاليد، إيش بيقولوا على شخص يغني إنجليزي وينشر ثقافة غريبة على البلد هذا. أوكي رحت مع عمر، سجلت أول غنية، رحت أول حفلة معه، أشوف إنه الناس متقبلين الفكرة، صح في ناس معارضين بس كمان في ناس متقبلين الفكرة. حبيت الموضوع، شاركت بأكثر من حفلة، شاركت أكثر من مهرجان، إلى أن
صار اسمي كده مشهور عندنا شوية، اسم جمال حميدو، الشخص اللي غني لغة إنجليزية، والحمد لله مستمر فيها. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. That I've seen this time before. حصل على المركز الأول في العديد من المسابقات الغنائية على المستوى المحلي، وله مشاركات عدة محلية وعربية، إحداها مشاركته في المسابقة الغنائية المشهورة The Voice بنسخته العربية. وعلى الرغم أنها لم تكلل بالنجاح، إلا أنه ماض بحب في عالم الغناء والفن. كان مشاركتي في The Voice السنة الماضية، صحيح ما توفقت فيها، أيوة، لكن مشاركتي بحد ذاتها كانت مرحلة كبيرة جدا لي. صحيح شاركت، ذهبت إلى مصر، شاركت الامتحان الأولي، لكن ما توفقت. مشاركتي في The Voice كانت أعظم حاجة لي. ثاني حاجة لي كانت مشاركتي في مسابقات هنا، صحيح ربحت فيها، ما ربحت بديك، بس كمان أعظم حاجة لي، وأعظم حاجة على الإطلاق أول مرة أصعد فيها على المسرح مع عمرو. يعني كنت فقعان، كنت مذهول من الناس، كنت خايف الناس إيش بيقولوا، بس انتهى فيما الموضوع انهم صفقوا، وانا صراحه استمتعت بالموضوع. مع بداياته لاقى جمال حميدو الكثير من الصعوبات والانتقادات إزاء ما يقدمه من فن، لكن ذلك لم يثنه على تقديم نفسه إلى الناس، ومع دعم من حوله من الأصدقاء استطاع جمال التغلب على تلك العقبات. في البداية كان ردود الناس استغراب، إيش يقول هذا؟ إيش عمل؟ وأنا من النوع من الناس اللي بس ما غنيش، أنا أحب أن أعمل شو كامل. الشو كامل خاص فيه بأن أنا أعمل حركات، أفعل استعراض، لايت فيجنز، حاجة زي كذا، ما يكونش بس غناء، أنا هالشي عمل شو كامل. فالناس كانوا أول ما يشوفون أول حاجة كانوا يقولوا أن ليه هذا الشيء عمل بنفسه، فأمانة الشيء عمل حاجة جديدة، ده مريض، ده سخيف، ده عدل ما كنت أشوف حاجات على الفيسبوك كمان، ده الشيء عمل بنفسه كريك ديفيد، فما كان شغل الناس، أنا كنت أكون أنا. بعد فترة الناس قبلوا الفكرة، قبلوا أنه في واحد من عدن الشيء يصير فنان إنجليزي ويشارك بحاجات أجنبية، حبوا الفكرة وأنا حبيتها أكثر لما الناس بدأوا يتقبلوا، أصدقائي كمان يدعمونا. دعمونا أصدقائي جدا جدا، يعني مرحلة الكلية، مرحلة الثانوية، كان صح الثانوية ما كانت فيها مشارك بأي حاجة، بس كان الناس كلهم يقولون شارك بأي حاجة، أطلع فوق أي حاجة، صوتك حلو، بس أنا كنت فقعان. أنا التقيت بعمر، انتشرت هذه الفكرة براسي، وانتشرت بين أهلي اللي كانوا رافضين الفكرة نهائيا، يعني كانوا يقولوا إنه أنت تغني وعدوا كمان تغني لغة إنجليزية بتلاقي مشاكل، بتجيب من نفسك، بس أنا مشيت الحمد لله، الشعب كله رجع متقبل الفكرة. الفكرة السيئة عند الناس انهم يقولوا ان اللغة الانجليزية تنشر ثقافة سيئة او تشبه بالكافرين او حاجة زي كذا، ناس مليانة اقلاقهم كذا، ما يفكروش انه مثل ما انا اسمع لغة عربية، اغاني عربية تنشر كلام يعني يشرح القلب او يقول لك على اللي موجود في الخاطر، اللغة الانجليزية كمان تعمل نفس الموضوع، يعني هي فقط كلمات على الحان. فانا الاقي مشاكل كثيرة من الاشخاص اللي يظنوا انه انا انشر فكر سيء، الاشخاص اللي يظنوا ان انا اقلد اشخاص اخرين، الأشخاص اللي يظنوا إنه لو جمال بدأ بهذا الموضوع في أشخاص ثانية بتبعونه فبتنتشر هذا الموضوع، فدائماً التقي بهذه الحاجة. وزيادة عن ذلك المشارك في The Voice، أنا من الأشخاص اللي ما لاقتش الدعم الكافي عشان أشتري، لأنه كل حاجة كانت عليها، فلما رحت أبحث مساعدات أو حاجة زي كذا كنت ألاقي بكل مكان شخص يقول لي حرام اللي تعمله، حرام اللي تفعله، حرام، كان دائماً ينهانا. فأنا كنت دائماً أروح أذهب عند أشخاص مين كانوا يساعدونه، ألاقي عندهم الأشخاص اللي يقولي لا لا تعطيه، لا تساعده، ولا تفعل له حاجة، ده شيء يشوف رساد. يسعى جمال حميدو مع حلول العام القادم للمشاركة في مسابقة غنائية عالمية، ولديه حالياً العديد من الأعمال الجديدة التي سيحاول تقديمها بقالب متميز، وينصح الموهوبين بالتعريف بأنفسهم ومجابهة كل الصعوبات. إن شاء الله بعد سنة من الآن بخرج من البلاد إن شاء الله، وبشارك في The Voice في دولة أجنبية، إن شاء الله توفق فيها، إن شاء الله
أربح أو أوصل لمرحلة فيها متقدمة إن شاء الله مش زي. لكن الآن أنا مكتفي بفيديوهات جديدة عاملها على الصفحة، صفحتنا مو إن جي مو منتشرة جدا على الفيسبوك لو تعرفيها أو اليوتيوب كمان حميدو، فيديوهات جديدة أساليب جديدة في نقل الفكرة، أيضا كمان مونتاج وأشخاص استعمل معهم بصراحة مثل علاء الدؤلي إن شاء الله مستقبلا وأشخاص آخرين خارقين في هذا المجال، فإن شاء الله تعجبكم الفيديوهات كمان. بالنسبة للأشخاص اللي يشي يدخلوا الفن بأي طريقة أقول لكم حاولوا جربوا فرصتكم إن شاء الله تعجب الناس، لا تخافوا إنه تخلونا في الظل دائما، جربوا تظهروا مثل ما ظهرت أنا وإن شاء الله لقيت ناس كثير ساعدونا بدل المشوار، في ناس كثير كمان حاولوا يحبطونا بس ما زلت مستمر وفي ناس كثير يساعدونا. وبالنسبة للأشخاص اللي ممكن يساعدوا الشباب أتمنى إنهم يساعدهم بجد، يعني أشخاص يعتمدوا كليا على أنفسهم مثلي أنا، مثل ما قلت لزميلتك أنا اشتريت مايك أو صديقي ساعدنا في شراء مايك، أسجل كل حاجة في ركن غرفتي كده مكان ما فيهوش صدى، أحاول يعني لو أنا كنت لاقي الإمكانيات الكبيرة ممكن نعمل حاجة أفضل، ممكن أنا وزغي نعمل حاجة أفضل أنا ومعتز وعبد الله حاجة روعة مثل الحاجة العالمية، فإن شاء الله تساعدوا الشباب ما تخلوش في رحلة مثيرة لكن نامان على دروب الجزيرة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وفي أمان الله.